يلا بينا نبتدي بالصلاة على نبينا. ختمنا الحلقة امبارح بموت فرعون الأمة، مات أبو جهل. طيب دلوقتي المعركة مستمرة، ووسط المعركة بيقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: من رأى البختوري بن هشام والعباس بن عبد المطلب وأبو عاص بن ربيعة فلا يقتلهم. أبو العاص ده زوج زينب بنت رسول الله. طب ليه يا رسول الله أمرت أن محدش يقتلهم؟ لأن العباس وأبو العاص خرجوا مغصوبين، ما كانوش عايزين يحاربوا النبي، لكن أبو البختوري خرج للمعركة بمزاجه. طب ليه يا رسول الله أمرت بعدم قتله؟ هقول لكم. فاكرين حصار بني هاشم اقتصاديا واجتماعيا اللي قعد 3 سنين؟ لا أكل ولا شرب ولا زواج. خطط وقتها أبو البختوري مع مجموعة من أهل قريش أنهم يقلبوا الرأي العام على الصحيفة، وفعلا اتفك الحصار بعد رؤية الرسول، وقلنا الكلام ده بالتفصيل من فترة. فالنبي حبيبي رسول الله في غزوة بدر وقف وقال ما تقتلهوش وفاء له بيوم الصحيف عشان ساعدنا في يوم من الأيام. ففي واحد من الصحابة بيقول: في وسط المعركة لقيت قدامي أبو البختوري ابن هشام وجنبه واحد صاحبه، فلفيت من ورا أبو البختوري وقتلت صاحبه ومشيت. فأبو البختوري مش مصدق، قال له: أنت ما قتلتنيش ليه الأول؟ فقال له: أمرنا رسول الله ألا نقاتلك. قال له: ليه؟ قال له: وفاء لك بيوم الصحيف. فالبختوري قال له: طب أرأيت إن قتلتك أنا؟ قاسي قوي. فقال له الصحابي: أفر منك طاعة لرسول الله. فبدأ أبو البختوري يحارب الصحابي عايز يقتله، والصحابي بقى بيجري وبيبعد عنه لحد ما أبو البختوري رفع السيف وخلاص كان هيقتله، فقام الصحابي دافع عن نفسه وقتله. فراح الصحابي للنبي يبكي وقال له: يا رسول الله أمرتنا أن احنا ما نقتلهوش ولكنه والله كاد يقتلني. فقال له النبي: لا عليك، إنما فقط أردنا الوفاء. وتفضل المعركة مستمرة، وجيش قريش كبير قوي وجيشنا عدده قليل وبدأ يتعب، والمعركة بقت شديدة. يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على التل ويدعي: يا رب. وفضل يقول: يا رب انصرنا، ويبكي ويدعي لحد ما وقع رداءه من على كتفه الشريف. فجري أبو بكر الصديق عليه وأخذ رداءه من على الأرض وحطه على ظهر النبي. حضن النبي وقال له: يا رسول الله هون عليك، سيستجيب الله لك. وأول ما النبي خلص الدعاء تتنزل الملائكة استجابة إلى دعاء رسول الله، يستنجد حبيب الله بالله تعالى فينصره رب العزة بالملائكة، وهتتنزل الملائكة وهتحارب مع النبي. جبريل بنفسه نزل يشارك في الغزوة، وجي وهو يمسك بلجام فرسه والتراب يتصاعد من حول الفرس، وراء آلاف من الملائكة متتابعين، مجموعة وراها التانية، أعداد كبيرة جدا، أضعاف أضعاف جيش الكفار. ربنا نزل العدد ده عشان يدخل السرور والفرحة على الصحابة، هيشوفوا الملائكة عيانا بيانا في أرض المعركة. يدوب أول ما يجوا يقربوا من المشركين يلاقوهم وقعوا ماتوا لوحدهم، فيفهموا إن حد تاني قتلهم. والحمد لله انتصر المسلمين في غزوة بدر. شفنا تعبوا الصحابة قد ايه، وعملوا معركة من افضل معارك التاريخ اللي شاركهم فيها الملائكة. عايز اقول لحضراتكم على موقف كده، كان في صحابي اسمه سعد بن خسيمة. الصحابي ده لما عرف ان الرسول بيحضر خلاص لغزوة بدر، الصحابي سعد وابوه خسيمة عايزين يشاركوا في الغزوة، بس في مشكلة: خسيمة عنده بنات، ولو راح هو وابنه استشهدوا في المعركة مين هيراعي البنات من بعدهم؟ فالاب قال لابنه: تعالى نعمل قرعة واللي يخرج اسمه فيها هو اللي هيشارك مع رسول الله، والتاني هيقعد يخلي باله من البنات، فيطلع اسم سعد الابن وهو اللي هيشارك في المعركة. فخسيمة الاب يبكي ويحزن، كان نفسه هو اللي يشارك مع النبي ويموت في سبيل الله. فيروح لابنه سعد ويقول له: يا ابني من فضلك تنزل لي، انا عايز شهاده في سبيل الله. فيرد ابنه ويقول له: والله يا ابتي، والله لو كانت غير الجنه لتنازلت لك عنها، ولكنها الجنه. وشارك سعد في غزوه بدر واستشهد فعلا. يا جماعه محدش يتاخر على طاعه ربنا، ربنا لو اختارك لعمل صالح اجتهد وحاول انك تعمله بدل المره 1000 مره، دي الجنه. بيحكي سيدنا علي بن ابي طالب وبيقول: كنت يوم بدر عن يمين رسول الله، بعد ما دعا النبي رايت ريحا شديده، ثم ريحا ثانية أشد من الأولى، ثم ريحا ثالثة أشد من السابقين. قالوا له: وما كانت يا علي؟ فقال لهم: في الأولى كان ميكائيل ومعه 1000 من الملائكة، وعن اليسار إسرافيل وفي 1000 من الملائكة، وأمام رسول الله جبريل وفي 3000 من الملائكة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هؤلاء جند الله. وفي صحابي تاني بيقول اسمه أبو داود المزني، بيقول: والله كنا نراهم بيض يركبون على خيل بيض، وكنا نعرفهم من العمامة، عمامة بيضة ضخمة قوي، فوالله ما رأيناهم بعد المعركة، وعرفنا حينئذ إنهم هم الملائكة. وينزل الرعب في قلوب المشركين، مرعوبين مش قادرين يستوعبوا وجود الملائكة ولا عددهم. بدأ المشركين يجروا في كل مكان في أرض المعركة، كله عايز يهرب، ومن ضمن الناس اللي كانت عايزة تهرب أمي بن خلف، كان خايف وعارف إنه هيتقتل. فاكرين حكينا عنه قبل كده، اترعب وركب فرسه وجري، مين اللي شافه؟ سيدنا بلال بن رباح. سبحان الله، تلف الأيام يا أمية واللي هيقتلك هو نفس العبد الفقير اللي كنت بتعذبه، وتحط الحديد على جسمه وتسيبه في عز الشمس.